للتقرير الأول برويكم التقرير الثاني. تقول يا أبو أحمد راونا التقرير الثاني. التقرير الثاني أيضا مواطن راح إلى مكاتب المحكمة قسم التنفيذ محكمة الأحمدي ما حصل موظفين. وين الموظفين؟ ما يو الموظفين. وينهم الموظفين؟ قال لك مو موجودين. وينهم؟ وين راحوا؟ طاروا. شوفوا التقرير. السلام عليكم. شوفوا وزارة العدل ما في أحد مداوم يزعون حقوق الناس، ولما يتكلمون يعيبون على الحكومة الفساد. محكمة الأحمدي إدارة التنفيذ، شوفوا الساعة 9 صباحا 13/3/2016، 9 صباحا لا هم ولا رئيس القسم ولا المدير. الناس تبي تستلم حقوقها، تبي تستلم الإيجارات، وهذول للساعة 9 الصبح لا هم ولا المدير ولا رئيس القسم مداومين. ومنا إهداء لوزير العدل. وين الموظفين؟ براويكم الأدهى.